ذاته. اليوم مع انفرودمي جديد واللي هو بنتيوم 14، هذه كوميتا جالاكسي بحب الرقائق او العرب الرقائق في 4K. راح نشوفوا طريقه التطبيق مع شويه نصائح اللي راح يفيدوا ان شاء الله خاوتنا. هذه هنا راني درتها على خلفيه بيضاء، وكما نقولوا هنا اللي حاب يخيط خلفيه ولا يدير خلفيه بلون مختلف عنده اختيارات ياسر في الالوان. تقدر ديرها في خلفيه بيضاء ولا قصص صفراء بيضاء عادي. طريقه التطبيع كما راني نشوفوا بلابروس، انا نخدم في حاجه كبير، نخدم بلابروس 150 هذه الكبيره باش نمشيلي. طريقة التطبيق تاعها جد سهلة، نحاولو برك قدر ما نستطاع نمضي. نحاولو برك انو كي نحطو الرقائق هادوما نحطوهم من بعدوهمش على بعضاهم وما نقربوهمش ياسر. فوالا طريقة التطبيع جد سهلة، لأنه هذا في كرة مطلوب في كثرة. نحاول أنه يكون متوازن الديكور تاعنا في الحي، ما تكونش بلاصة فارغة ولا بلاصة حمراء. عشرة دقايق ولا ربع ساعة، حنا نعرفو الجو، إذا عاد الحي سخون سخون كيما حنا اليوم راه الشتا بحال بارد، الحي كان بارد شوية. راني نشوفو طريقة هنايا، عندي الباقي قدام الحديقة ديجا عندها أكثر من ربع ساعة مازالت مشافتش. كاين اللي يحب يكرازي هادي، وكاين اللي يحب يكرازي هادي، أنا نفضل هادي، وكاين اللي يخدم تاني بلاديساس إينوكس. دوك نشوفو الطريقة تاعها كيفاش نخدمها، هي طريقة سهلة ومتطلبش وقت كبير. غير نقول لكم استناونا، راح نزيدو نديرو دي طابلو ديكورون خلفيه مختلفه راح تشوفوهم معنا. السلام عليكم اخواتنا، رانا رجعنا معكم، راح نشوفو التطبيق تاعها بلون على خلفيه لون مختلف. هنا كما راكم تشوفو خلفيه بيضاء لي فوكيل الرقائق راهم حل. نقدر نشوفو على خلفيه
كلبي توري راح نشوفه من ثاني هذا خلفية سوداء. أنا شيء أنا شيء هو يطلبه، نرجع نشوفه تعرفه، تعرفه من هنا.